طبعا مستشفى سنجة يعني من المستشفيات التصميمها تصميم جميل جدا، لكن مع الأسف أهملت في الفترة اللي فاتت في فترة حكم الإنقاذ دي، ما أدوا الاهتمام اللايق. نقصت الخدمات، الأطباء غير موجودين، ما بعرف حتى الإدارة، إدارة المستشفى نفسها ما قادرة تعمل الشغل الإداري المطلوب ولا الشغل الطبي المطلوب. تدنت الخدمات بشكل مريع جدا، لكن أبناء سنجة بالداخل وبالخارج تضافروا كلهم مع بعضهم البعض عشان ينقذوا المستشفى دي، والآن المستشفى رجعت زي ما أحسن كانت وأحسن مما كانت، بدعم سخي جدا مقدر من أبناء سنجة في المهاجر مهاجر المختلفة والموجودين داخل السودان. بالإضافة إلى أنه قبل سنتين أو 3 سنين حصل نفير عام في سنجة، شيدوا مستشفى بتاعت الأسنان بجهد من المجتمع لحاله، يعني الدولة ما دخلت ولا دفعت ولا هللة. فالخدمات الطبية الآن بقت في وضع أحسن، وبرضه في أخواننا بتاع شارع الحوادث برضه بيقدموا مساهمات جميلة جدا، وفي زي ما قلت لكم الدعم اللي بيجي من هنا من المهاجر المختلفة دي بيخاطب حاجات معينة. يعني إدارة المستشفى بنسألهم عايزين إيش، عندكم نقص في إيه في إيه، وبنرسل لهم الحاجات اللي طالبينها على طول. يعني اتمنى انه كل المدن تسلك نفس السلوك بتاع الشباب ديل،